ازيكم يا شباب؟ معاكم دكتور مينا جاد والبيولوجي لتانية ثانوي. النهارده ان شاء الله هنقعد نحل على الدرس بتاع الهيتيروتروفيك نيوتريشن. طبعا درس الهيتيروتروفيك نيوتريشن مليان، فالحصه بتاعت النهارده هتكون حصه طويله شويه. النهارده هحل 100 سؤال على الهيتيروتروفيك نيوتريشن. قبل ما نبدا الحل، الحلقه دي فعلا في حلقه مهمه جدا، هتفيدكوا جدا، تقدروا ان انتوا تشيروها مع زمايلكم، بالذات دلوقتي الامتحانات بقى بتاعت الشهور وكده، واوريدي الهيتيروتروفيك نيوتريشن داخل في الامتحان بتاع الشهر، فتقدروا ان انتوا تذاكروه وتلموا عليه اسئله حلوه جدا. نبدا على طول. بيقول لي البيبسينوجين از سيكريتد باي ذا سيلز ذات لاين ذا ستومك، وات از بيبسينوجين كونفرتد انتو؟ البيبسينوجين هيتحول لايه؟ طبعا البيبسينوجين بيتحول الى البيبسين. السؤال اللي بعده مديني دايجرام، بيقول لي the diagram provided shows the human gastrointestinal tract. Where is the duodenum؟ أين توجد الديودنم؟ طبعا احنا عارفين ان الديودنم هي اللي بعد الاستومك على طول، تمام؟ يبقى هقول له between the stomach and the middle of small intestine، لان انا عندي ديودنم جيجنم ايليم. السؤال اللي بعده مديني هنا بيقول لي which of the following tables correctly summarizes the functions of amylase and lipase in the digestive system. الاميليز بيعمل ايه واللايبيز بيعمل ايه؟ طبعا الاميليز بيبدا ان هو يكسر الكربوهيدرات، واللايبيز بيكسر الفاتس الجليسرول وفاتي اسيدز، اللي هو الاولاني. السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following is the correct order of the different stages of digestion. الخطوات طبعا اول حاجة البكل، بعد كده الجاستريك، بعد كده الانتستاين. بيقولي the stomach itself is made up of proteins، ليه البيبسين ده اللي بيطلع ما بيهضمهاش ما بيكسرش الاستومك؟ قلنا عشان حاجتين، علشان الاستومك بيبقى فيها الميوكس، ونمرة اتنين علشان البيبسين بيطلع في هيئه ان اكتف. ف the inside of the stomach is lined with villi which absorb the pepsin. طبعا لا، the hydrochloric acid released by the stomach deactivates the pepsin. برضو لا، the epithelial cells of the stomach secrete a protective mucus layer. ايوه هي اللي بتفرز البروتكتيف mucus layer. السؤال اللي بعده which of the following is not an adaptation of the stomach for digestion. يعني ايه الحاجه الغلط؟ The stomach has a low pH that is optimum for activation of pepsin. لا دي حاجة مظبوطة. The epithelial cells of the stomach produce the mucus اللي بيشتغل كبروتكتيف لاير، برضو مظبوطة. The body of the stomach is composed of muscles that allows the stomach to mechanically churn food. برضو دي مظبوطة. The stomach produces hydrochloric acid that helps break down food and pathogens. تمام. طب the stomach produces and stores the bile. لا الاستومك ملاش أي علاقة بالبايل خالص. يبقى هي دي الجملة الغلط. What is the main function of the digestive system؟ ايه الفانكشن الاساسي بتاع digestive system؟ Regulating cellular metabolism or respiration, synthesizing large molecules from smaller ones, breaking down large insoluble molecules into smaller soluble ones. ايوه digestive system بكسر الحاجات التي لا يتم امتصاصها الى حاجات صغيرة يتم امتصاصها. بيقول لي what is the primary purpose of bile in digestion؟ عشان يعمل الايمالسيفيكيشن بتاع الفاتس. What is the main function of pepsin in gastric digestion؟ دور البيبسين في الجاستريك digestion بيعمل ايه؟ طبعا البيبسين هو اللي بيكسر البروتينز into polypeptides. السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following statements about the pH of the digestive system is correct؟ ال small intestine highly acidic؟ طبعا دي لا. الاستومك هايلي الكالين؟ لا برضو. All the organs of the digestive system have neutral pH؟ برضو لا. The stomach is highly acidic. The small intestine is mildly alkaline. ايوه الاستومك بتكون acidic جدا، والسمول intestine بتبقى alkaline بصورة بسيطة. بيقول لي which of the following is considered to be a salivary enzyme that has a role in food digestion. salivary enzyme، salivary enzyme اللي هو salivary amylase اللي هو التيالين، يبقى انا هقول له التيالين enzyme. بيقول لي from which organ is bile secreted؟ البايل بيطلع منين؟ البايل بيطلع من الليفر.
ويخزن فين؟ ويخزن في الجول بلادر. Which of the following is true about the digestion process؟ ايه الجملة المظبوطة عن الدايجستشن؟ الدايجستشن ما بيحصلش في الماوث؟ لا بيحصل في الماوث. بيبدأ في الاستومك؟ بيحصل في الاستومك اونلي. The digestion process starts in the buccal cavity. ايوه الدايجستشن بيبدأ في البق علشان الامايليز انزايم بيبدأ ان هو يشتغل ويكسر الكربوهيدرات. Molars and incisors have a role in the digestion of food. How does this role contribute to increasing the rate of digestion؟ بيقول لي المولرز والانسيزرز بيطلعوا انزيمز؟ طبعا لا، الضروس بتاعتي واسناني بتطلع انزيمز؟ لا. بتساعد تو ميكس الفود مع البيبسين، هو البيبسين موجود في البق اصلا. طيب بيكس هيلب انكريز ذا كات فود انتو سمولر بيسز تو فاسيليتيت الانزيماتيك دايجستشن. ايوه بيبداوا ان هم يكسروا الاكل قطع صغيره عشان يسهل الانزيماتيك دايجستشن. What is the role of the esophagus in the digestion process؟ الدور بتاع الاسوفيجس في عملية الدايجستشن. بينقل الاكل من الماوث للاستومك، بينقل من اللارج انتستين للانس، من الاستومك سمول انتستين، من سمول انتستين لارج انتستين، لا من الماوث للاستومك. Which class of enzymes present in the intestinal juice will hydrolyze the peptide bonds within a polypeptide chain؟ ايه هي الانزيمز اللي موجودة اللي في الانتستينال جوس اللي هتكسر البيبتايد بونز؟ دول اللي هما مجموعة البيبتايديزز اللي بيحولوا البولي بيبتايد الى امينو اسيدز. Which of the following is not true about bile؟ هو عايز جملة خاطئة عن البايل جوس. Facilitate الاكتيفيتي بتاعت الانزيمز على الفاتس. ايوه ما دي صحيحة. Secreted من الليفر مظبوطة. It enhances the taste buds. لا ملهاش علاقة بالتيست بود، الحقيقة التيست بود دي كانت في بقي في لساني ملهاش أي علاقة. طبعا it emulsifies the fats. How is food transported from the mouth to the stomach؟ من البق للاستومك، ده من خلال عملية البريستاليسيس بتاعة الأسوفيكس، يبقى by a series of muscular contractions in the esophagus. بيقولي which of the following has a major role in breaking down disaccharides into monosaccharides؟ مين اللي بيكسر الدايساكرايدز ويحولها المونوساكرايدز؟ طبعا الانتستينال جوس. لو نفتكر كان في اللاكتيز، المالتيز، الساكريز، كانوا هما اللي بيشتغلوا. Which of the following does not occur during intestinal digestion؟ ايه اللي ما بيحصلش في الانتستينال دايجستشن؟ Trypsinogen becomes active in the duodenum. Lipase catalyzes the hydrolysis of emulsified fats. Sodium bicarbonate neutralizes the HCl. Pepsinogen become active في السمول انتستين. لا، إيه اللي جاب البيبسينوجين عندي في السمول انتستين؟ البيبسينوجين ده كان موجود عندي في الاستومك. بيقول لي which property of the stomach helps activate the enzyme pepsin؟ مين في دول هيعمل activation للبيبسين انزيمز؟ طبعا وجود ال HCl في الجاستريك جوس هو اللي هيبدا يحول البيبسينوجين الى البيبسين. Regarding the digestive system, which of the following is not a part of the buccal cavity؟ مين في دول مش في البق؟ طبعا الاستومك. Salivary gland معايا، التيث معايا، التونج معايا، الاستومك مش موجوده في البق. Which of the following does not play a major role in the emulsification of fats؟ البايل، ليفر، بنكرياس، جول بلادر. طبعا البنكرياس ملوش اي علاقه في الايمالسيفيكيشن. انا كان عندي الليفر بتطلع البايل، والبايل يتم تخزينه في الجول بلادر. What key term is given to the series of rhythmic muscle contractions in the esophagus؟ كان اسمها ايه؟ كان اسمها عملية البريستاليسيس. When swallowing food, which of the following is the main structure that ensures that food does not enter the air passage؟ ايه اللي كان بيقفل عشان يمنع دخول الاكل في الاير باسج؟ طبعا الابيجلوتس، اللي كان بيقفل على الجلوتس. طيب انا كده خلصت الجزء الاول من الحصه، هدخل على الجزء الثاني. بيقول لي which of the following best explains ازاي الانزيمز بتساعد في الدايجستشن؟ طبعا الانزيم المفروض ان هي بتكسر الاكل الكبير large complex food molecules into smaller ones which can be absorbed. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي which digestive enzyme produced by the salivary gland والبنكرياس help break down the starch؟ مين اللي كان مشترك في الاثنين؟ الاميليز اللي كان في البق كان اسمه السليفري اميليز، واللي طالع من البنكرياس اسمه البنكرياتيك اميليز.
which polymers are formed when monosaccharides زي الجلوكوز example جلوكوز or فركتوز join together via glycosidic bonds. ايه البوليمر اللي بيطلع لما المونوساكرايدز تتجمع مع بعض الكربوهيدراتس؟ بيقول لي which group of digestive enzymes does amylase belong to؟ الاميليز بينتمي لانهي مجموعة من الدايجستيف انزيمز؟ اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي بتكسر ايه؟ اللي بتكسر الكربوهيدراتس. فاقدر اقول ان هو كربوهيدريزز، يعني من الحاجات اللي بتكسر الكربوهيدراتس عندي. مديني دياجرام وبيقول لي انت عندك بروتين، بروتين يعني بيشتغل عليه انزيم اسمه بروتيز، بيديني اللي هي الامينو اسيدز اللي عندي. ايه المونومر دي؟ المونومر دي اللي هي الامينو اسيدز. مديني دياجرام بيقول لي the diagram given shows the basic outline of the human digestive system. The pancreas produces and releases large amount of digestive enzymes. Which number points to the pancreas؟ فين البنكرياس؟ اهو 2. يبقى البنكرياس عندي هقول له رقم 2. اعمل سبميت يا سمسم. عامل سمسم سبميت. طيب why are enzymes often included in biological washing powders؟ يعني ليه الانزيمز ممكن استخدمها في المسحوق الغسيل؟ عشان help prevent the breakdown of clothing fibers, can reduce the amount of water needed in washing machine, washing powders with enzymes smell nicer, بيطعمهم بيبقى ريحه احلى. الانزيمز help break down remove the stains. طبعا الانزيمز هتساعد على تكسير البقعة. المعلومة دي خدتوها في أولى ثانوي لو تفتكروا. Which of the following best explains ليه الكربوهيدراتس والبروتينز are classified as polymers؟ علشان هم كبار ومكونين من المونومرز، يبقى because they are made up of many different ثانية بس هو هنا كاتب large units. خلونا نقرا الجمل كلها. Because there are many copies of carbohydrates وproteins within the human body, poly means many. Because they are made up of different large units اسمهم المونومرز. لا طبعا small units اسمهم المونومرز. Because they are joined up to other biological molecules، بيمسكوا في molecules تانية. Because they are made up of many similar small units اللي هي المونومرز. طبعا لا هي معمولة من المونومرز، البوليمر معمولة عندي من المونومر. بيقولي complete the table، مديني هنا الانزيم البروتيز، substrate بتاع هنا البروتينز، ومديني برودكت واحد. البرودكت بتاعي هنا انا المفروض ده ايه هنا؟ هذا البرودكت، البرودكت دوت المفروض طبعا ان هو امينو اسيد. اللي بعده بيقول لك في نمرة 2 هنا الانزيم عندي هنا ايه، وهنا ستارش السبستريت والبرودكت بتاعي. طبعا هنا انا عندي الانزيم بتاعي هيكون الاميليز، تمام، عشان يشتغل ويكمل. طيب بعد كده هنا لايبيز هيشتغل على ايه؟ سبستريت، المفروض ان هو هيشتغل على ليبيدز. يعني نمره واحد عندي هقول له امينو اسيدز، ونمره 2 هنا عندي الانزيم اللي هو الاميليز، وبعد كده الليبيدز. Which of the following organs does not produce any of the digestive enzymes؟ مين من الأورجنز دي اللي ما بتطلعش enzymes؟ Salivary gland، الاستومك، البنكرياس، small intestine، الليفر. طبعا الليفر بتطلع البايل، والبايل لا يحتوي على digestive enzymes. السؤال اللي بعده بيقول لي what polymers are formed by the joining of amino acids via the peptide bonds؟ مين من البوليمرز اللي بتتكون لما جمع الامينو اسيدز بالبيبتايد بونز؟ طبعا البروتينز. which group of digestive enzymes break down the proteins؟ مين الانزيمز اللي هتبدا تكسر البروتينز عندي؟ طبعا بروتيزز اللي هما يكسروا البروتين. Which biological molecules are formed by the joining of glycerol and fatty acids via the covalent bonds؟ اللي بيجمع الجليسرول والفاتي اسيدز طبعا الليبيدز، لان لما يتجمعوا يدوني الليبيدز.
Pepsinogen must be activated into pepsin, which is a stomach enzyme that is responsible for breaking down proteins found in ingested food. Which of the following activates the pepsinogen? ايه اللي هيأكتف البيبسينوجين؟ اللي بيأكتف البيبسينوجين طبعا ال HCL اللي عندي. Which of the following is true about the relation between الأميليز والمالتيز؟ ايه الريليشن ما بينهم؟ الأميليز بيكسر السيليولوز؟ لا احنا مبدئيا ما بنهضمش السيليولوز. أميليز بيكسر الستارش السمولر مولكولز ultimately yielding maltose which is which in turn is cleaved into two fructose molecules. لا طبعا مش two fructose. طيب أميليز بيكسر اللاكتوز؟ لا الأميليز بيكسر الستارش السمول مولكولز ultimately yielding المالتوز which in turn is cleaved into two glucose molecules. ايوه هي دي، هيتم تكسير المالتوز ويتحول الى جلوكوز، 2 جلوكوز. التيالين انزيم بيطلع في البكال كافيتي، وات ذا اذر نيم اوف تيالين؟ الاسم الثاني اللي هو السليفري اميليز. In what organ of the body is the majority of lipase made؟ اللايبيز بيتعمل فين؟ طبعا اللايبيز بيتعمل في البنكرياس. Which digestive juice contains no enzymes but plays an important role in the digestion of fats؟ ما فيهوش اي انزيمز ولكن بيلعب دور مهم جدا في هضم الفاتس، طبعا البايل جوس. Trypsinogen enters the small intestine and is converted to active trypsin. Which of the following is a function of trypsin؟ التريبسين بيعمل ايه؟ التريبسين بيعمل كاتالايزز للهيدروليسيس بتاع البروتينز ويحولها لبوليبيبتايدز. Which group of digestive enzymes breaks down the fats and oils؟ مين بيكسر الفاتس والاويلز؟ طبعا اللايبيزز، البنكرياتيك لايبيز لو نفتكر. Which carbohydrate digesting enzyme yields glucose and fructose؟ مين هيديني جلوكوز وفركتوز؟ طبعا السكروز لما يتكسر بالسكريز يديني جلوكوز والفركتوز. الدياجرام مديني simplified version of the action of maltase. What subunits is maltose broken down into؟ المالتوز بيتكسر بالمالتيز ويتحول الى ايه؟ يتحول الى جلوكوز مولكولز. Which of the following enzymes is not secreted by the pancreas؟ مين في دول البنكرياس ما بيطلعهوش؟ طبعا البيبس. Which of the following statements is true about the digestive enzymes؟ مين من الستيتمنتس ديت مظبوطه عن الدايجستيف انزيمز؟ الدايجستيف بتشتغل في الاستومك والماوث، بتشتغل فقط في السمول انتستين، بتشتغل فقط في الاستومك، بتشتغل في اللارج انتستين والبنكرياس، طبعا بتشتغل في الاستومك والماوث. انا ما عنديش هضم يا جماعه بيتم جوه البنكرياس، ده البنكرياس بيطلع انزيمز لكن ما فيش هضم بيحصل جوه البنكرياس نفسه. طيب بيقول لي the picture shows a 3D model of an enzyme. What class of biological macromolecule do enzymes belong to؟ طبعا كل الانزيمز عبارة عن proteins. تمام كده انا خلصت الجزء الثاني من الحصة، ندخل على الجزء الثالث. بيقول لي a build up of amino acids can be toxic to the human body. To prevent this, amino acids have their amine group removed, which is then converted to a relatively non-toxic molecule and secreted. The removal of an amine group is an example of what type of metabolic reaction, anabolism ولا catabolism؟ بكسر حاجة، تكسير. يبقى ايه التكسير؟ يبقى catabolism. Anabolism اللي هو البناء. بيقول لي a student reads about metabolism in humans. They conclude that the cells of humans require larger amount of energy to break down complex molecules into smaller ones than they require to synthesize complex molecules from smaller ones. يعني الجسم بيحتاج طاقة كبيرة عشان يكسر عن ان هو يبني. Are they correct? Yes, it is the breaking down of complex molecules that requires a relatively larger input of energy. No, it is the synthesis of complex molecules that requires a relatively larger amount of energy. انا ايه اللي بحتاجه؟ على بحتاج طاقة علشان ابني، فهقول له no, it is the synthesis of complex molecules that requires a relatively larger amount of energy. في البناء انا محتاج طاقة ومحتاج المولكيولز وحدات البناء وابدا ابني.
الدايجرام بيوريني الكونفرجن بتاع الامينو اسيدز انتو بولي بيبتايد شين والبريك داون اوف بولي بيبتايد شين امينو اسيدز. Which of the following options correctly describes the nature of these two reactions? Reaction X is a catabolic reaction وreaction Y anabolic. هنا البناء ال X ده بناء وال Y ده تكسير. ال X بناء يبقى anabolic وال Y تكسير catabolic. السؤال اللي بعده بيقولي when blood glucose levels are too high الجلوكوز بيتحول لجلايكوجين. الجلايكوجين the largest storage molecule made up of many repeats of glucose. What type of metabolic reaction, anabolism or catabolism is this example of? انا بعمل ايه؟ ببني بجمع جلوكوز وابني جلايكوجين. اه يبقى ده anabolism. Before lipids can be absorbed into the villi of the small intestines, they must be broken down into fatty acids and glycerol molecules. What type of metabolic reaction, anabolism or catabolism is this an example of? بيقول لي انا قبل ما الليبيدز يتم امتصاصها بالفيلاي انا لازم بكسرها تكسير يبقى كاتابوليزم. بيقول لي في السيلولار ريسبيريشن الجلوكوز بيتكسر عشان يديني طاقه تكسير عشان يديني طاقه تكسير يبقى كاتابوليزم. Which of the following statements about metabolism is incorrect؟ خلي بالكوا عايز الجمله الخاطئه. A smaller person will always have a faster metabolism than larger person. طيب الانابوليزم includes all of the metabolic reactions that build large biological molecules from smaller ones. كتابوليزم كل reactions بتاعت التكسير. الميتابوليزم هي sum of chemical reactions. كل ده مظبوط. طبعا الغلط عندي ان smaller person will always have faster metabolism than a larger person. بالعكس اللي عنده ميتابوليزم اكتر كل ما الانسان بيكبر الميتابوليزم عنده المفروض بيبقى اعلى. كاتابوليك رياكشنز التكسير بيعمل ايه؟ بيطلع طاقه. That is then stored in the form of ATP and can be used. مديني هنا رسمه بيقول لي في some metabolic reactions large molecules are made from smaller ones as shown in this simple diagram. What monomer subunits join together to form starch in a metabolic reaction. انا عندي هنا مجموعة وديتني في الاخر starch ويبقى المجموعة دي اللي هي الجلوكوز اللي بتديني بعد كده الستارش لان الجلوكوز هو الوحدة البنائية هو المونومر. Which of the following best defines the metabolism. المتابوليزم هي معناها ايه؟ معناها ان الشخص يفقد وزن ان الانسان يهضم بسرعه التوتال انرجي انبوت ديفايدد باي ذا توتال انرجي اوتبوت ولا كل الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل في الخليه. لا كل الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل في الخليه. The reactions involved in metabolism can be divided into two broad categories catabolism and anabolism. Which of the following best defines anabolism. الانابوليزم اللي هو ان انا ببني is the process by which large molecules are broken down. لا large molecules are constructed بناء من ال smaller units. بيقول لي why is the period of intense exercise often followed by heavy breathing. ليه بعد لما بعمل exercise كتير لازم اتنفس كتير لان انا بستهلك اكسجين كتير علشان ابدا اكسر الجلوكوز واطلع منه طاقه فبالتالي هقول له to replace the oxygen lost. السؤال اللي بعده بيقول لي in the Krebs cycle of cellular respiration دي هتاخدوها ان شاء الله في اخر الترم. A 4 carbon molecule and a 2 carbon molecule join to form 6 carbon molecule. What type of metabolic reaction anabolism or catabolism is this an example of. انا هنا بجمع بكون بكبر يبقى ده anabolism. السؤال اللي بعده بيقول لي all of the following are products of catabolism except. كل دول منتجات catabolism ما عدا الجلايكوجين الامينو اسيدز الاي تي بي الجلوكوز. كل دول نواتج للكاتابوليزم ما عدا مين؟ فين البناء اللي عندي هنا؟ الجلايكوجين. الجلايكوجين ده بناء تمام. الاي تي بي يا جماعه نواتج من الكاتابوليزم. انا بكسر الجلوكوز عشان اخد منه الطاقه واعمل الاي تي بي. The synthesis of complex compounds is considered تصنيع مواد مركبه واشياء مركبه ده اسمه ايه؟ ده اسمه الانابوليزم. بيقول لي all the following are biosynthesized the products of anabolism except. كل دي عبارة عن حاجات مواد طالعة من عملية الانابوليزم except طبعا ال ATP دي نتجت عن تكسير الجلوكوز دي نتجت عن الكاتابوليزم.
بيقول لي the diagram provided shows the conversion of glucose to glycogen and the breakdown of glycogen into glucose. Which of the following options correctly describes the nature of these two reactions؟ انا عندي reaction x ده واضح ان انا ببني وreaction y ده واضح ان انا بكسر، يبقى reaction x ده anabolism وreaction y ده catabolism. السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following statements correctly relates energy to catabolic and anabolic reactions؟ مين يعني الكاتابوليزم والانابوليزم ايه؟ الكاتابوليزم محتاج طاقه عشان اكون مواد جديده؟ لا، ده الانابوليزم، بينما الكاتابوليزم بيديني طاقه نتيجه المواد اللي هي بيتم تكسيرها. بيقول لي in some metabolic reactions large molecules are made from smaller ones as shown in this simple diagram. What monomer subunits join together to form a protein in a metabolic reaction؟ انا عندي مواد اهيت بتديني بروتينز، ايه المواد دي؟ اللي هي الامينو اسيدز، هي اللي بتديني بروتينز. بيقول لي ان اكسوجينيك بروسيس از ا بروسيس ان ويتش انرجي از ريليست. اكسوجينيك يعني او يعني حاجه بتطلع طاقه، تمام. Which of the following processes is considered exergonic؟ يعني مين اللي بيديني طاقة؟ من الآخر مين اللي بيطلع لي طاقة؟ Breakdown of polysaccharides؟ أيوة. Catabolism. Synthesize of proteins؟ لا. Storage of glycogen؟ لا. Synthesis of lipids؟ لا. كل ده anabolism. السؤال اللي بعده بيقول لي obtaining energy for body processes regarding metabolic reactions depends on إن أنا أحصل على طاقة علشان ال body processes، ده اسمه ايه؟ reduction of simple molecules، anabolism، catabolism، catabolism. انا عايز طاقة يبقى catabolism. which of the following is true about the metabolism؟ المتابوليزم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كل ال processes. is a process that only involves the synthesis of complex molecules, some of all energy lost, some from all energy gained. لا، دي كل ال processes اللي بتحصل. فاقول له none of the answers are correct. ده sum لكل ال processes اللي بتحصل عندي. الميتابوليزم involves the synthesis of complex molecules from simple molecules only, breakdown of food into simple molecules only, both the breakdown of food into simple molecules and the synthesis of complex molecules, both the absorption of nutrients from ingested food and the removal of waste. الميتابوليزم ده بيمثل ايه؟ تصنيع الكومبلكس molecules ولا البريك داون ولا الاثنين؟ لا، الاثنين، البريك داون بتاع الفود لسيمبل مولكيولز وتصنيع الكومبلكس مولكيولز. طيب بيقول لي رياكشنز انفولفد ان ميتابوليزم كان بي ديفايدد انتو تو برود كاتيجوريز، كاتابوليزم اند انابوليزم. ويتش اوف ذا فولوينج بيست ديفاينز الكاتابوليزم؟ الكاتابوليزم اللي هو التكسير، ذا بروسيس باي ويتش اللارج مولكيولز بتتكسر، بروكن داون لسمولر يونتس. بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنتس الانابوليزم؟ انابوليزم يعني بناء، building up حاجة، building up proteins in muscles tissues، تمام. ده الجزء الرابع بيقول لي how are the majority of waste materials removed from the digestive system؟ ازاي معظم ال waste materials بنخرجها من ال digestive system as feces؟ جماعة ما اسموش excretion، خروج الفيسز لا يسمى excretion، والكلام ده هتعرفوه ليه في الترم الجاي. Undigested food is passed to the large intestine. What is the main function of the large intestine؟ أهمية ال large intestine ايه؟ علشان ان هي خلاص لو في ميه في املاح تبدا ان هي تسحبها من بقيه الاكل. السؤال اللي بعد كده بيقول لي why do the villi that line the small intestine contain a network of capillaries؟ ليه بيبقى في capillaries كتيره؟ علشان تبدا ان هي تعمل absorption للاكل، to absorb and transport the nutrients into the bloodstream. السؤال اللي بعده بيقول لي the liver is a very important metabolic organ so it receives the products of digestion directly from the small intestine where they are absorbed. Which blood vessel connects the liver and the small intestine؟ مفروض الاكل طالع من ال small intestine على ال hepatic portal vein اللي هي البوابة اللي رايحة ناحية الكبد. السؤال اللي بعده بيقول لي the diagram shows a single villus with the lacteal indicated. What is the function of the lacteals in the small intestine؟ ال lacteal vessel دي اللي هي مودية خلاص زي ما احنا قلنا على ال lymphatic system.
to emulsify fats, to absorb useful nutrients في blood stream, to store and release digestive enzymes, to absorb fats وال fat soluble substances into the lymphatic system. ايوه هي دي، عشان اسحب الفاتس ويحصل امتصاص للفاتس والمواد بتاعت الدايبة في الفاتس. The diagram provided shows the villi that lie in the ileum of the small intestine. What is the main purpose of the villi؟ ايه المين بيربس بتاعت الفيلاي؟ طبعا علشان تمتص الاكل. To increase the surface area of epithelial lining so the maximum amount of substances can be absorbed، عشان تزود الاريا. زي ما احنا قلنا، انا لو جيت فردت السمول انتستين هلاقيها 10 متر مربع، اللي هو انت بتتكلم في عماره. What is the primary purpose of digestion in the human body؟ ايه الهدف الاساسي من الدايجستشن؟ عشان اكسر اللارج مولكيولز للسمولر soluble ones that can be absorbed by the body. السؤال اللي بعده بيقول لي the diagram provided shows the structure of the villi that line the small intestine. Their primary function is to absorb most of the products of digestion. Where will these products be transported؟ البرودكتس دي هتنتقل فين؟ طبعا المفروض ان هي بيتم الامتصاص، هتنتقل فين؟ To the kidneys, to the skin, to organs that require them via bloodstream and lymphatic system. طبعا الاكل اللي انا اكلته رايح فين؟ رايح لجسمي، رايح للاورجنز بتاعتي من خلال البلود ستريم والليمفاتيك سيستم بتوعي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي consider this picture of key nutrients in fruits and vegetables. مديني هنا بيقول لك عندك مجموعه فيتامين A وهنا فيتامين C. After digestion, vitamin C from strawberry and kiwi juice is provided to the body through. فيتامين C هيمشي ازاي؟ تقول لي انا ما خدتش فيتامين سي، اقول لك انت خدت فيتامين اي ودي واي وكي، اي حاجه غيرهم يبقى ووتر سوليبل، يعني ماشيين في البلود ستريم. تمام، يبقى هيمشوا ازاي؟ هيمشوا في الهيباتيك بورتال فين، رايحين على الليفر، بعد كده الهيباتيك فين، بعد كده الانفيرير فينا كافا، بعد كده الهارت. طيب بيقول لي ووتر ميلونز كونتين فايبرز اند ار ريتش ان ووتر. Which of the following components usually gets absorbed into the blood without being digested؟ ايه اللي هيمشي على طول في الدم مش محتاج ان هو يحصل له digestion؟ الفيتامين A، لا طبعا فيتامين A دوت ده محتاج دهون معاه، هنا مفيش دهون، لكن المية اللي موجودة هي اللي على طول هتخش من غير عملية digestion. Fat soluble vitamins absorption in the lacteal vessels is facilitated by NOAT and NOAT في السمول انتستين. محتاج مين؟ محتاج البايل ومحتاج معاه اللايبيز، لان دوت فات سوليبل، فمحتاج ان انا اهضم الفاتس، اكسر الفاتس. Which of the following is not a major function of mucus in the human digestive system؟ حاجه ليس لها علاقه بالميوكس في الدايجستيف سيستم. يحمي الاستومك كله؟ ده هو كان بيحمي الاستومك كله. Digesting الفود؟ لان الميوكس ما بيعملش digesting الفود. Softening الفود؟ اه طبعا يسهل عمليه الديفيكيشن، ايوه، لكن ما بيهضمش الاكل. بيقول لي one of the main functions of the large intestine is to absorb، عشان تمتص ايه؟ طبعا المية والاملاح. From the undigested food that is coming from the small intestine، يعني تاخد المية والاملاح الزيادة. All of the following nutrients are absorbed by the intestinal epithelial cells and are transported into the blood capillaries that are found inside the villi except. يعني بيقول لي كل النيوترينز ديت بيتم امتصاصها بالintestinal epithelial cells وتنتقل الى الدم من خلال الفيلاي. كل ده ما عدا مين؟ طبعا ما عدا الايمالسيفايد فاتس، هي مش هتمشي في البلود كابيلاريز، هي هتمشي فين؟ هي هتمشي في اللاكتيال فيسلز. تمام، بيقول لي eating the right amounts of citrus fruits and bananas provides the body with vitamin B. In which of the following vessels can vitamin B be present directly after drinking banana smoothie؟ شربت فيتامين بي، خدت فيتامين بي، فيتامين بي هيمشي ازاي؟ فيتامين بي هيمشي في البلود روت، اي حاجه تبع البلود روت. فين البلود روت؟ سوبيريور فينا كافا؟ لا. لاكتيال فيسلز؟ لا. ليمفاتيك سيستم؟ لا. هيباتيك بورتال فين؟ ايوه. مديني دايجرام، بيقول لي the diagram shows a single villus which is lined with epithelial cells possessing microvilli. What is the purpose of microvilli؟ ايه الهدف بتاع الميكروفيلاي؟ قلنا عشان تزود السيرفيس اريا اكتر، available for the absorption of nutrients. السؤال اللي بعده بيقول لي defecation is facilitated by. defecation بيحصل ازاي؟ relaxation of anal sphincter؟ ايوه. Muscle contractions along the large intestine؟ أيوة. Mucus secreted by cells in the large intestine؟ أيوة. يبقى all the answers are correct.
If a patient undergoes surgery to remove the gallbladder, شال الجول بلادر, it is better to avoid eating foods, طبعا اي اكل بقى فيه دهون يبعد عنه علشان ما عندوش بايل خلاص, او يعني ما فيش نسبة بايل كويسة. طيب بيقول لي الميلك بروتين او اللي هو الكازيين بيبدأ الهضم بتاعه في الاستومك بعد كده, then it continues being digested in the, and then the end products can pass through the نقط to the bloodstream. طيب هو دلوقتي الميلك بروتين اتهضم في الاستومك, بيتم استكمال الدايجستشن بتاعه فين؟ في الديودرم. And then the end products can pass through the A to the bloodstream. والاند برودكتس هيتم امتصاصها مين؟ من الانتست, من السمول انتست, من الفيلاي. طيب بيقول لي which of the following can directly contribute to dietary vitamin A deficiency in humans. لو في مشكله في فيتامين A يبقى كل مجموعه الفات سولبل فيتامينز فيهم مشاكل, يبقى انا عندي مشكله انتستاينال ليمفاتيك فيسل بلوكج, في الليمفاتيك فيسل مقفول ما بيتمش الامتصاص. بيقول لي essential amino acids cannot be made by the body, as a result they must be obtained from food. Histidine, isoleucine, leucine and valine are examples of essential amino acids. Where can these amino acids be found? Directly after being absorbed by the villi. عمال يحكي لي حدوتة, يعني الامينو اسيدز هتبقى موجودة فين؟ على طول في الهيباتيك بورتال فين, لان هي بتمشي في البلاد روت. بيقول لي which of the following vitamins is not found in the lacteal vessels after digestion. اي حاجة مش تبع الادك يبقى اللي هو فيتامين سي. The most important organ of the digestive system where most chemical digestion and absorption take place is, الأهم organ في digestive system اللي هيحصل فيه chemical digestion والabsorption اللي small intestine. طيب بيقول لي which of the following sequences occurs after amino acid absorption in the small intestine. الدنيا ماشية ازاي في الأمينو أسيد؟ المفروض hepatic port, الليفر, الانتستين سوري, الانتستين الاول, بعد كده هيباتيك بورتال فين, داخلين على الليفر, على الهيباتيك فين, على الانفيرير فينا كافا, على الهارت. اخر سؤال بيقول لي the following table shows the contents of 100 milligram of pomegranate juice. الرمان احلى فاكهه في الدنيا حبيبي انا شخصيا الرمان. بيقول لك following the ingestion of this juice what will happen to these vitamins in the intestinal villi. مجموعة فيتامينز, طبعا انا عارف ان فيتامين اي وكي, فيتامين اي وكي دول داخلين على اللاكتيال فيسل تمام, والفيتامين بي وسي هيمشوا عادي في البلاد روت تمام. مش كده انا من الحاجات اللي بحبها جدا ان اخد الرمان مع الزبادي, او يتاكل الرمان مع وجبة دهنية او حاجة فيها دهون, بحيث لو في اي فيتامينز موجودة فات سولبل فيتامينز انها تبدأ تدوب في الفاتس ديت. في النهاية حابب ان انا اشكركم جدا, شكرا لكم, الى اللقاء.